خالد الحكايه ابتدت معاه بشخبطه. كان اجدع واحد يرسم حرب اكتوبر في المدرسه، ولو انه كان دايما يحب يحط التاتش بتاعه. الناس كلها كانت شايفاه مختلف، بيرسم على اي حاجه قدامه، ورق ماشي، كتب ماشي، بنطلونات شغال، على ايده قشطه برضه، كان بيرسم اي حد يشوفه قدامه. حتى عم خلف البوابه قلبه سبايدر مان، لف العالم وكسب جوايز كتير. ساعتها اتخضر ما ماتش، بس بقى من اشطر الانيميترز في العالم. سمير وعلي ورا كل قصه نجاح، جيل ورا جيل.